بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع، إدارة صحية. واحد، نتكلم عن المؤشرات الاستشفائية. قلنا عن الإحصائيات أو الأرقام المطلقة والأرقام النسبية. أخذنا في الأرقام النسبية معدل التعداد اليومي خلال فترة زمنية، وقلنا إيش أهمية ذلك. أخذنا نسبة انشغال الأسرة، وقلنا هذا مؤشر مهم وإيش فوائده. ولما تكون نسبة انشغال الأسرة أعلى من المستوى المطلوب، يعني ذلك عدم كفاءة الأسرة، أقل من الحد المقبول، يعني أن العرض للأسرة أكثر من الطلب، وبالتالي إدارة المستشفى تتخذ قرار بإنقاص العرض، لأن تكلفة السرير بكلف وهو فاضي غير مشغول، 60 إلى 70% من تكلفته هو مشغول. حكينا عن استعمال المؤشر أنه مهم في تقدير مدى إقبال المرضى على خدمات المستشفى، وبالتالي تقدير الإيرادات والنفقات أو التكلفة، تحضير الموازنة السنوية، وأن الإيرادات ترتبط ارتباطا وثيقا ارتباط طردي بنسبة انشغال الأسرة. كل ما زادت نسبة انشغال كل ما زادت الإيرادات، وكذلك كل ما زادت نسبة انشغال كل ما زادت النفقات. وصلنا لعند رقم 3، لعدد أيام الاستشفاء وعدد الأيام المرضية. ويدل هذا المؤشر على عدد أيام الخدمة المقدمة للمرضى الداخلين في المستشفى خلال فترة زمنية محددة، حيث يبلغ عدد أيام الاستشفاء لشهر ما مجموع عدد المرضى الداخلين في كل يوم من أيام الشهر. قلت أنا مشان أعرف أنا عدد أيام الاستشفاء أو عدد أيام المرضى، بدي أحسب كل يوم قديش كان عدد حالات الدخول على مدار الشهر. إيش هذا المؤشر بالزمني؟ تخطيط التزامات المستشفى المستقبلية من الخدمات المختلفة. خدمات قديش بدي أنا؟ بدي خدمات تمريضية تكلفتها، خدمات فندقية، غسيل، تنظيف، طعام. يبقى من خلال المؤشر بعرف أنا قديش تخطيط التزامات أو نفقات المستشفى المستقبلية، وبرضه تقدير إيراديات أو إيرادات وتكلفة الاستشفاء بناء على تقدير تكلفة يوم الاستشفاء الواحد والإيراد لكل يوم. شوف ايش بيفيدنا هذا المؤشر. يبقى تقدير إيرادات وتكلفة الاستشفاء بناء على تقدير تكلفة يوم الاستشفاء، يعني اليوم الواحد قديش بيكلفني؟ خدمات طبية، خدمات تمريضية، خدمات فندقية، غسيل، تنظيف، طعام إلى آخره. قديش بيكلفني؟ طب قديش بيكون العائد علي؟ قديش الإيرادات؟ فبعرف الإيرادات وتكلفة الاستشفاء بناء على تقدير تكلفة يوم الاستشفاء والإيراد لكل يوم. صفحة 85، معدل أيام الإقامة average length of stay. average length of stay معدل أيام الإقامة 85. معدل أيام الإقامة يساوي عدد أيام المرضى المنومين خلال فترة محددة على عدد الإدخالات خلال تلك الفترة، أو على عدد إيش؟ المرضى المخرجين. يبقى عدد أيام المرضى المنومين خلال فترة محددة على عدد حالات الدخول، أو عدد المرضى المنومين على عدد حالات الخروج. أجيب مثال على ذلك. لو كان عدد أيام المرضية في مستشفى شهداء الأقصى لشهر إبريل 2021 هو 1500 يوم، وعدد حالات الدخول 500 حالة، قديش عدد أيام الإقامة؟ 1500 اللي هو عدد أيام المرضى المنومين خلال شهر إبريل، على عدد حالات الدخول اللي هو 500 حالة. 1500 على 500 بطلع قديش؟ 30. 3 بطلع، 1500 على 500 بطلع 30، يبقى معدل إقامة المريض 3 أيام في مستشفى شهداء الأقصى. طيب عدد أيام المرضى المنومين في مستشفى شهداء الأقصى خلال شهر أبريل 1500 يوم، وعدد المرضى المخرجين 750 حالة. 1500 على 750 بطلع يومين. هذا مثال ثاني. طب معدل الإقامة في المستشفى بتختلف من مستشفى إلى آخر ومن قسم إلى آخر. دائما أو في أغلب الأحيان مدة إقامة المريض في أقسام الجراحة أقل من أي أقسام الباطن. ليش؟ لأن الأقسام الباطن فيها حالات، معظمها حالات كرونيك،
مزمن، ضغط وسكر وقلبه الى اخره. اما الجراحه بيعملها العمليه بيقعد اليوم ولا يومين وبروح. فحسبوا انه معدل ايام الاقامه خاصه في اقسام البطن 7 ايام، هيك الدراسات او اللي عملوها. طب لو زادت مدة إقامة المريض في المستشفى، إيش هذا بدل؟ بدل لي على إنه المريض ممكن يكون هذه حالات أمراض مزمنة، وبالتالي بتطول لما تطيب وتشفى، وبدها علاج كتير، وبدها مدة علاج طويلة، أو ممكن يكون يدل على إنه هناك إهمال في الرعاية الطبية، أو يدل على إنه ضعف الرعاية الطبية وما قد ينتج عنها من مضاعفات تزيد مدة الإقامة. يعني المريض طول ونايم في المستشفى، يعني قد يعني ذلك انه يصيب بمرض مزمن او عنده مرض مزمن وعنده اعاقه وبده تاهيله وبده علاج لفتره طويله، او انه في الرعايه الطبيه او الرعايه الصحيه المقدمه له غير مناسبه ولا تنسجم مع وضعه الصحي. طب متوسط ايام اقامه مش مقياس دقيق لكفاءه المستشفى، ايش المقياس الدقيق لكفاءه المستشفى؟ تقسم، تخصص، تحدد. لازم القوائم متوسط مدة الإقامة بيكون محدد على أساس خصائص المرض زي الجنس والعمر والتشخيص، ويستعمل هذا المؤشر للدلالة على نوعية الخدمات المقدمة وسيلة لرقابة وضبط استعمال خدمات ومنشآت وأسس المستشفى وترشيد استخدام هذه الخدمات خاصة الأسرة. وهذا اللي هو المؤشر أهميته جاء في الامتحان، إنه إيش بفيدني هذا المؤشر، مؤشر معدل أيام الإقامة، بفيدني في معرفة كفاءة المستشفى ونوعية الخدمات الصحية المقدمة، وبيدني وسائل للرقابة وضبط استعمال خدمات ومنشآت وأسرة المستشفى، وبيفيدني في ترشيد الاستخدام والاستهلاك لخدمات المستشفى. 5، معدل الدوران. إيش معنى معدل الدوران؟ معدل الدوران بالترن أوفر بالبلدي هيك، إنه أكم مريض تردد على نفس السرير خلال فترة زمنية محددة. لو إني قلت أنا سرير الجراحة رقم 5، سرير رقم 5 في قسم الجراحة رجال، معدل دورانه 2، يبقى نام معدل دورانه خلال الأسبوع الأول، خلال الأسبوع 2 يبقى نام على سرير هذا 2، مضى 2، نام مريض وروح ونام مريض ثاني. معدل دوران السرير رقم 1 في قسم الباطن رجال خلال شهر أبريل 2021 4، يبقى عادل المرضى ناموا على السرير هذا 4، يبقى معدل دوران السرير يعني عادل المرضى اللي استخدموا نفس السرير خلال فترة زمنية محددة، ويساوي عدد المرضى المخرجين بما في ذلك الوفيات على عدد الأسرة. لو أنا قلت عدد الأسرة المرضى المخرجين من قسم الباطنة خلال شهر أبريل 2021 400 مريض، وعاد أسرة الباطنة 20 سرير، 400 على 20 بيساوي 20، يبقى معدل دوران السرير 20، يعني 20 حالة ناموا على نفس ايش السرير. طيب ايش بفيدني معدل او قبل في هذا معدل الدوران؟ يرتبط ارتباط عكسي بمدة الإقامة. هذا الامتحان، كل ما كانت مدة الإقامة أطول كل ما كان معدل الدوران أقل، يبقى العلاقة بين معدل الدوران وبين مدة الإقامة علاقة عكسية. معدل دوران السرير يرتبط عكسي مع مدة مع معدل الإقامة، كلما زاد معدل الإقامة قل معدل الدوران، كلما قل معدل الإقامة زاد معدل الدوران. إيش معنى معدل خلو الأسرة الكلي؟ يساوي 100 ناقص معدل انشغال الأسرة. معدل الخلو الثابت 100 ناقص أعلى معدل انشغال. معدل الخلو المتغير معدل الخلو الكلي ناقص معدل الخلو الثابت. فترة الخلو يصير بدناش إياها. إيش معدل الخلو؟ يعني قديش بكون السرير بقعد يصير فاضي فيش عليه مرضى. معدل خلو الأسرة الكلي بيساوي 100% ناقص معدل انشغال أسرة. يعني لو أنا قلت أنا معدل انشغال أسرة في قسم الجراحة في مستشفى أبو يوسف النجار 80%، فما هو معدل خلو السرير؟ 100 ناقص 80 يساوي 20.
في المية، يبقى معدل خلو السرير 20%. طيب معدل الخلو الثابت 100 نقص أعلى معدل إشغال. لو كنت أقول أنا أعلى معدل إشغال أسرنا خلال شهر أبريل في مستشفى يوسف النجار خلال قصد عام 2020، أعلى معدل إشغال خلال 2020 كان شهر يوليو 2020 وكان نسبة الإنشغال 95%، فما هو معدل الخلو الثابت؟ 100 ناقص 95% 5%. معدل الخلو المتغير معدل الخلو الكلي ناقص معدل الخلو الثابت بناء على النقطتين اللي قبلها. نسبة عدد الموظفين إلى عدد الأسرة بتتراوح هذه في الغالب لكل سرير 5.5 إلى 5 موظفين، وبتساوي عدد الموظفين على عدد الأسرة، وتتأخر نسبة الموظفين إلى الأسرة بالمتغيرات الآتية. قبل ما نقول إيش المتغيرات، نيجي أقول أن إذا كان عدد الموظفين في مستشفى الهلال الإماراتي 80 موظف، وعدد الأسرة 40 سرير، فما هو نسبة عدد الموظفين إلى عدد الأسرة؟ 80 إلى 40، اختصر بتلاقي 2 إلى 1، يعني كل سرير له موظفين 2. وبرضه قديش بحسب كم مرض لكل سرير؟ كم طبيب لكل سرير؟ يبقى نسبة عدد الموظفين إلى عدد الأسرة بتساوي عدد الموظفين على عدد الأسرة. طيب نسبة الموظفين إلى عدد الأسرة برضه ممكن أن أستخدمها في السؤال الثاني، بقول إذا كان نسبة عدد الموظفين إلى عدد الأسرة تساوي 4 موظفين لكل سرير، فما هو عدد الموظفين المتوقع في مستشفى عدد أسرته 100 سرير؟ 100 ضرب 5 500 موظف. المتغيرات تتأثر نسبة الموظفين إلى الأسرة بالمتغيرات التالية: أولا تزداد هذه النسبة بازدياد حجم المستشفى، يبقى كل ما زاد المستشفى في الحجم كل ما كبر بدنا نزيد عدد الموظفين. زيادة نسبة عدد الموظفين إلى عدد الأسرة بتزيد في المستشفيات المتخصصة والمستشفيات التعليمية أكثر من المستشفيات العامة، يبقى إذا زاد النسبة بزيادة حجم المستشفى زيادة هذه النسبة في المستشفيات الخاصة أكثر متخصصة أكثر من المستشفيات العامة، تزداد هذه النسبة في المستشفيات التعليمية أكثر من المستشفيات غير التعليمية. يعني لو جينا قلنا والله مستشفى الخدمة العامة عبارة عن مركز جراحة القلب المفتوح في 50 سرير ومستشفى أصدقاء المريض في مستشفى عام في 50 سرير، قديش عدد الموظفين؟ نفس عدد الموظفين؟ لا، بتكون عدد الموظفين في المستشفيات المتخصصة أعلى من المستشفيات العامة، في المستشفيات التعليمية أعلى من المستشفيات الغير تعليمية. ما هي مجالات استعمال المؤشرات وفوائدها اللي قلنا عنها كلهيتها؟ بتفيدني في تحضير مؤسسة المستشفى السنوية، وبتفيدني في مراقبة أنشطة المستشفى وفعاليتها بشكل مستمر ومن وقت إلى آخر، وهذا الكلام قتلناه دراسة وبحثا. يبقى المؤشرات بتفيدني في تحضير الموازنة والرقابة على أنشطة وخدمات المستشفى. ما هي العوامل المؤثرة على استخدام المستشفى على الامتحان؟ مقالي أو اختياري أو صح وغلط؟ إيش العوامل بتأثر على استخدام والتردد على المستشفيات والنوم في المستشفيات؟ هناك مجموعة من العوامل الاجتماعية خاصة بالسكان، عوامل اجتماعية اقتصادية ثقافية تعليمية، وكذلك عوامل تتعلق بسلوكيات ومواقف الأطباء ومستوى الخدمة الصحية الموجود. وتكلفة الخدمة الصحية يبقى كثير عوامل، العوامل المؤثرة على استعمال المستشفيات صفحة 86 في الآخر. وفاة الأسرة، إذا كان في أسرة في المستشفى بنروح نتحكم ونتعالج فيه،
يبقى وفرة صلي عندك رقم واحد وفرة السرة، لا الأسرة، وفرة الأسرة في الاستشفائية، صلي عندك في رقم واحد وفرة الأسرة، الأسرة الاستشفائية مش السرة، وفرة الأسرة الاستشفائية. يعني إذا كان في أسرة متوفرة فالناس بتشجع تروح تعالج، لكن إذا كان فيش أسرة كافية بنروح نتعالج في المستشفى اللي فيش أسرة فيه كافية. طيب، طرق دفع التكلفة الخدمة الاستشفائية مباشرة من المريض، هاي المريض لازم يدفع اللي هو تكلفة الخدمة على المطرح كاش ولا بالتقسيط ولا كيف؟ ثلاثة، صفحة 87، توزيع الأسرة وتغطية المجتمع بخدمات المستشفى. الأسرة موزعة بشكل يلبي احتياجات الناس والمختلف الحالات المرضية، يعني في أسرة خاصة، في اي بي، هل الأسرة هذه بتكفي عدد حالات الدخول؟ بتوزيع الأسرة وتغطية المجتمع بخدمات المستشفى. أربعة، ماذا توفر خدمات طبية جيدة خارج المستشفى؟ يعني إذا كان في رعاية أولية ليش أروح على المستشفى؟ إذا كان في مستوصفات، مستوصف كويس، بروح أتعالج في المستشفى. ليش أروح في المستوصف؟ ليش أروح على مستشفى الشفاء؟ بتعالج في عيادة شهداء جبالية. إذا كان في عيادة خارجية بروح على عيادة خارجية بتعالج. إذا كان والله ممكن يجي يعالجوني في البيت رعاية منزلية أحسن لي، بدل أروح متغلب وأدفع فلوس وتكلفة وأجار أجار ووقت، يبقى بتجيني بتصني الخدمة لعندي. يبقى ما توفر خدمات طبية جيدة خارج المستشفى زي خدمات الرعاية الأولية، العيادات الخارجية والخاصة والرعاية المنزلية. من ناحية أخرى، قد يؤدي وجود هذه الخدمات إلى كشف أمراض كاملة، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات المستشفى في المقابل. يعني خمسة، ما توفر خدمات المساندة في المستشفى؟ خدمات المساندة، الأشعة، الخدمات الطبية المساعدة أو المساندة، أشعة، مختبر، علاج طبيعي، علاج نفسي، صيدلية إلى آخره. ما توفر خدمات المساندة في المستشفى؟ إذا كان في خدمات، في رنين مغناطيسي، في سي تي، في تحاليل، بروح على المستشفى. يبقى ما توفر خدمات المساندة في المستشفى؟ ست، سلوكيات الأطباء واختلاف الممارسة بينهم، يعني مش سلوكيات الأطباء لحال، سلوكيات العاملين. إذا كان الناس اللي بيشتغلوا في المستشفى الموظفين عندهم حسن المعاملة، كويسين، أسلوبهم حلو، بروح عليه أحسن ما أروح على مستشفى في المعاملة صعبة أو خشنة. يبقى سلوكيات الموظفين إلها دور في تحديد أو عامل مؤثر على استعمالية المستشفى. طيب، التقاليد الاجتماعية، هل الناس هذه، المجتمع هذا اللي حواليه، بحبوا الولادة في المستشفى ولا بدهم الولادة تتم في المنزل بواسطة قابلة، مش بواسطة طبيب، بواسطة أنثى طبيبة أو بواسطة قابلة أنثى؟ يبقى التقاليد الاجتماعية والمعتقدات والعادات والتقاليد المتعلقة بالولادة، كان زمان معظم الناس تفضل الولادة في البيت، يعني بيجيبوا الداية التقليدية زي ما بيقول دايات تتولدها في البيت، أو كانوا يروحوا على عيادة الوكالة لأنه في ممرضات أو قابلات بولدن. لقيت معظم الناس بولدوا الحالات أو بتولد الحالات في المستشفى حسب إيش، التقاليد الاجتماعية والمستوى العلمي والمستوى الثقافي للمجتمع. وفرض الأطباء، هل في أطباء أخصائيين في المستشفى؟ إذا كان في أطباء أخصائيين بروح نتعالج في المستشفى، أفضل ما أروح على أحسن ما أروح على المستشفى اللي فيه أطباء أخصائيين وأطباء كفاية، أحسن ما أروح على مستشفى آخر مش أطباء أخصائيين. يبقى وفرض الأطباء، طب البحث العلمي والتدريب، أنا أروح على مستشفى تعليمي راقي أحسن ما أروح على مستشفى عام؟ البحث العلمي والتدريب. عشرة، مدى تواجد المستشفيات الخاصة، يعني هل في مستشفيات خاصة وهذه بتقدم لي خدمة مميزة؟ بروح عليها إذا كان عندي المقدرة المالية للدفع، بروح على المستشفيات الخاصة. حجم المرضى بالمستشفى، كل ما بيكون حجم اللي هو المرضى في المستشفى أكثر، كل ما كانت استعمالية المستشفى أكثر. يعني لو كان نسبة الناس اللي أصيبوا بكوفيد ف70% حتستحروا على المستشفيات بنسبة أكثر، لو كانت نسبة المرضى 30% أو 20%. يبقى حجم المرضية بالمجتمع
برضو له دور في تحديد أو له دور مؤثر على استخدامات الخدمات المستشفى. ظروف السكن المريض، هل البيت مهيأ لأنه المريض يتعالج ويعطوه الخدمة الصحية في البيت؟ هل في غرفة خاصة ممكن ينام فيها؟ هل ظروف السكن بتساعد حجم البيت بيساعد انه المريض ينام في بيته احسن ما ينام في المستشفى، ولا ظروف السكن غير مناسبة وبتقول لا انام في المستشفى احسن ما انام في البيت لانه البيت مزدحم والاولاد بغلبوني والصغار كتير وفيش غرفة خاصة وعاد افراد الاسرة كتير؟ يبقى ظروف السكن عامل من العوامل اللي بتأثر على استعمالية المستشفى وخاصة لكبار السن. بهيك احنا بالرجوع الى العوامل المؤثرة على استعمالية المستشفى اللي عادتها كتير ممكن تجيك مقالي او اختياري، اكيد وفرة الاسرة ونصلح رقم واحد وفرة الاسرة الاستشفائية، طرق دفع تكلفة الخدمة، ترجع الى اسرة وتغطي المجتمع بخدمات المستشفى، ماذا توفر خدمات طبية جيدة خارج المستشفى، ماذا توفر الخدمات الطبية المساعدة، سلوكية العاملين واختلاف الممارسة، التقاعد الاجتماعية، وفرة الأطباء، البحث العلمي والتدريب، ماذا تولي مستشفيات خاصة تقدم خدمات مميزة، حجم المرضية وحجم المرضى في المجتمع، كل ما زاد حجم المرضى كل ما زاد استعمال الناس للمستشفى، ظروف السكن، وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية و إلى آخره من العوامل الكثيرة اللي بتأثر على استعمالية المستشفيات. بهيك خلصنا ما هو مطلوب منا في مساق إدارة صحية واحد. أتمنى لكم التوفيق في الامتحان وإلى اللقاء مع من مساق إدارة صحية 2 في الفصل القادم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.